توجه وفد مغربي إلى جنيف بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء المغربية هورست كولر للمشاركة غدا وبعد غد في الطاولة المستديرة الثانية حول الصحراء المغربية إلى جانب الجزائر والبوليساريو وموريتانيا. هذه الطاولة المستديرة ستنظم طبقا للقرار الأممي 2440 المصادق عليه شهر أكتوبر المنصرم، والذي ينص على العمل على التوصل لحل واقعي ودائم مبنيا على التوافق لقضية الصحراء المغربية. القرار كان قد دعا كل الأطراف في الطاولة المستديرة إلى العمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي بروح التسوية، ويضم هذا الوفد الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، يضم عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية في الأمم المتحدة بنيويورك، كما يضم الوفد سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وفاطمة العدلي فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي لمدينة السمارة.